واحد من أكثر الرموز شهرة في الثقافة البشرية، عرف منذ القدم وتواجده على نطاق واسع في المنحوتات واللوحات. وكانت الصور الثقافية للأسود بارزة في العصر الحجري القديم كرمز للقوى والسلطة والشراسة. الأسد ملك الغابة، وفي الواقع لا يفضل العيش فيها أبداً. ليس هذا فحسب، بل هناك الكثير لا نعلمه عن هذا الحيوان الغامض والمثير للدهشة. إليكم مجموعة حقائق غريبة عن الأسود ربما تعرفها لأول مرة. أقدم الحفريات لحيوان شبيه بالأسد تم العثور عليها بموقع في تنزانيا، ويقدر عمرها بحوالي 3,500,000 عام. وقد قال البعض من العلماء إن هذا الأحفور يعود إلى أسد حقيقي وليس لسلف له، إلا أن تلك المستحسة ليست محفوظة بصورة جيدة. وما يمكن قوله في هذه الحالة أنها تعود لسنور شبيه بالأسد. أما أقدم الأحافير الموثقة والمؤكد أنها تعود لأسد في إفريقيا، ويقدر عمرها ب2 مليون سنة، وهي أقل من السابقة. للأسد العديد من الأسماء في اللغة العربية. قال ابن خلويح: للأسد 500 اسم وصفه في اللغة العربية، فيما قال علي بن قاسم اللغوي: إن له 130 اسما، ومن أشهرها أسامة والبيس والحارث وحيدر والدواس وظفر والسبع والدرغام والديفر. الأسود من فصائل القطط التي تقدس الحياة الأسرية المنظمة، لذلك تحرص على تربية أولادها حتى تكبر، على عكس بقية الحيوانات الأخرى التي تترك صغارها مبكراً. الأسود حيوانات كسولة، تقضي معظم وقتها في النوم والراحة، حيث تنام وقتاً طويلاً بعد تناول وجبة دسمة لمدة قد تصل إلى 20 ساعة. وظيفة الأسود الذكور هي الدفاع، ووظيفة الإناث هي صيد الفرائس، لكنه هو من يتقدم في تناول الطعام أولاً، ثم يليه باقية أفراد الزمرة. زئير الأسد قوياً جداً، حيث إنه يسمع من على بعد 5 أميال. ملك الغابة لا يعيش في الغابة. يطلق على الأسد ملك الغابة، لكنه في الحقيقة لا يفضل العيش فيها، بل يحب الأرض العشبية، لذلك دائماً ما يتواجد على أطراف غابته. الأسد الذكر يتميز عن الأنثى بكونه أكبر حجماً، ويمتلك شعراً كثيفاً حول العنق. وفي حقيقة الأمر فإن هذا الشعر يعود مفيداً للأسد من عدة نواحي، فيشكل ميزة في جذب الإناث إلى الذكر، وعامل تخويف للذكور الأخرى باعتباره وسيلة حماية للأسد أثناء المعارك التي يخوضها للدفاع عن منطقة العنق التي تستهدفها الأسود الأخرى. قد تتخيل أن الأسد لا يخاف من شيء ما، ولكن الحقيقة التي ربما تصدمون بها هو أن الأسد يخاف من شيء صغيراً جداً بحجم كلب صغير، وهو حيوان أنيس، وهو حيوان من عائلة القوارض التي يميزها غطاء من الأشواك الحادة التي تستخدمها للدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة. يخاف منه الأسد لأن شوكه قد يعلق في فكه مدى الحياة إذا حاول الاقتراب منه. ويمكن لحيوان النيس أن يحارب قطيعاً من الأسود والانتصار عليهم أيضاً. تبلغ ذكور الأسود الموجه الجنسية بحلول عامها الثالث، وتصبح قادرة على الاستيلاء على ذمره خاصة بها بحلول عامها الرابع أو الخامس، وتبدأ بالشيخوخة عندما تبلغ العام الثاني. بعد استيلاء الأسد على الزمرة يقوم بنشر خليط من البول وبعض الروائح على الأشجار ضمن منطقته التي يبلغ قطرها 40 كيلومتر، لمنع بقية الأسود من الاصطياد في هذه المنطقة المحظورة. ومن يتجاهل هذا التحذير سيؤدي غلأ صراع حتى الموت بين الأسود. يستطيع الأسد سماع صوت فريسته من على بعد 1.5 كيلومتر. قوة إبصار الأسد أقوى من قوة إبصار الإنسان بمعدل 5 مرات. تولد الأسود بيضاء بالكامل، وتدريجي تبدأ بالتحول إلى اللون العاجي الداكن. يعيش الأسد ضمن مجموعات، وهذا ما يميزه عن غيره من فصيلة القطط، حيث إن كل مجموعة من الأسود تشتمل على
من الأسود الذكور 3 إلى جانب 12 من الإناث بالإضافة للصغار، وتكون مجموعة الأسود في المجموعة الواحدة مترابطة كأسره. تجد إنث الأسد الذكر ذو العرف القاتم أكثر جاذبية. الأسود البيضاء من الأسود النادرة، وقد اكتسبت اللون الأبيض بسبب جين يؤثر عليها، ولون جلدها الأبيض يسبب لها مشكلة تتعلق بالصيد، ويؤدي إلى هرب الفريسة في كثير من الأحيان. أما الأسد الأسود فهو خدعة فوتوشوب لا أكثر. للأسود عنيانون لامعة تساعدها على الرؤية ليلاً، فحقة عيونها تتسع بشكل كبير أثناء الليل لتسمح بمرور كمية كبيرة من الضوء. يستخدم الأسد ذيله للتفاخر بين الأسود، كما يمكن أن تشير به إلى الطريق أو لدعوة أحدهم كأنه يقول تعال هنا. يعيش الأسد إلى ما بي من 12 إلى 16 عاماً عند تواجده بالبرية أو الغابة، بينما يمكن أن يعيش لما يقرب من 25 عاماً عند تواجده في محمية. وتصل سرعة الأسد لما يقارب 81 كيلومتراً في الساعة. وشكراً لكم على المتابعة.